تطلع بالنسوان وتدق منه الحلي، وانا شخصيا كهربجي كهربجي كهربجي. هذا هو اكيد، هذا هو البيت. السلام عليكم. اهلين. هون بيت سجين؟ قصدي بيت عبد اللطيف بيه. ليش؟ انا الكهربجي. انت الكهربجي طلته من 20 يوم؟ هلا جاييني؟ شو من 20 يوم؟ معناته انا اكيد غلطان بالبيت، لانه انا جاي عن جماعه طالبيني من شهرين. عرفت؟ هلا اللي مرقت مقبوله، بس اللي بعدها احلى. يا اهلين فيكي. تفضلي. لك يسلموا ايديكي، عذبناكي. ما في عذاب ولا هو. اهلا وسهلا. وينك يا بنت الحلال؟ وصل لك خيرات ولا ما اجتي لعندي؟ لك اخ والله مشغوله. بس انت ليش ما عم تمري لعندي؟ انا عندي 2 صبيان توم ومشغوله لفوق راسي شغلي، وبدي اجي لعندك. انت فاضيه وراضيه ما عندك شيء؟ لك صحيح جارتنا، شو اخبارهم التوم جهاد وعماد؟ الحمد لله يبوسوا ايدك كثير مناح. صحيح جارتنا، انا لما شفتهم ما شاء الله كثير بيشبهوا بعض، انت كيف بتميزي بيناتهم؟ ما فيها شيء، شغلة بسيطة، بحط اصبعتي التم جهاد، إذا عدى بيكون عماد. هاي ومساء الخير لكل اللي عم يحضرونا اليوم. طبعا حلقتنا اليوم مميزة كتير وحلوة، وكمان مسابقتنا كتير 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 بسيطة، هي شو اللي صار يا ستار، شو اللي صار. واحد زقف والثاني ما بنعرف. طبعا هاي هي الكلمة المفقودة، والأرقام عم تظهر عنكم على أسفل الشاشة، وكمان عنا جائزة كتير 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 قيمة، هي 200,000 يورو. طبعا منوصلكم اياها لبيتكم يلي بيحزر الحزوره. طبعا في عنا كثير اصدقاء لازم يتصلوا، اولهم مجعس وتيتو ومي كمان وسامر. طبعا مجعس امبارح حلقنا بالتليفونات، اليوم ولا تليفون. انا بدي ازعل منك يا مجعس اذا اليوم ما رح تدق لنا. يلا يا مجعس لازم تفيق من النوم وتحزر الحزوره تبعتنا، لانه كثير 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 سهله. يلا ميوزك. محكامي لاقيني عندي غيرك. يلا يا مجعس، انت صديق البرنامج وكل يوم بتدقينا. على المحكامي لاقيني عندي غيرك تسديني. يلا يا مجعس. طبعا فصل الخط لانه مجعس اكيد صحي من النوم وحذر حزورة. طيب شو رايكم هلا بما انه ولا اتصال ومجعس ما بعرف وينه؟ اهلا وعليكم السلام. من امبارح وانت عم تتصل فينا؟ طيب خلص، مو على الهواء اكيد، تحت الهواء بنعطيك رقم التليفون. واهلا وسهلا فيك، بس ما عرفتنا عند حالك مين؟ مين؟ ابولا مجعس. ابولا مجعس دقلنا بدال مجعس، صار عنا صديقين بالبرنامج، مجعس وابوه. ما بعرف اذا امه بدقلنا اليوم او بكره، وتحيه لك ولكل عيلتك يا مجعس. يا فضة يا خيتي، يا فضة يا فضة خيتي، يا فضة حمد. هلا خيتي. شلونك يا حمد، وين كنت؟ كنت بالمدينة، كنت بالمدينة وجايب لك أشياء جميلة كثيرا. وش في هالمدينة؟ المدينة شيء رائع، شيء رائع، شيء غريب، بيها أشياء غريبة عجيبة. وش فيها شيء غريب؟ وش بيها شيء غريب؟ المدينة وش بيها؟ المدينة لا يسكنون بخيام، المدينة يسكنون بطوابق، وكلهم فوق بعضهم البعض. واللي يكون ساكن فوق 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 شلون يطلع؟ اها سألتيني شلون يطلع؟ بو عندهم غرفة صغيرة تفوتين عليها، يسكر الباب، تضربين رقم الطابق، ينزل الطابق لعندك.
انت احلى بابا وديني المرجيحه ولا السيمه يا بابا. هدوء هدوء. صباح الخير. صباح النور. نحن ما اتفقنا بس نطلع من الفرصه، ما بدنا هالفوضى، بنقعد بمقاعدنا بهدوء. اكلها امشي. لا شو كل هالضجه. يلا اليوم درسنا قراءة، افتحوا لي كتبكم لشوف على الدرس التالي. يلا يا شاطرين. أعطاني والدي 500 ليرة أول أيام العيد. أنت مو كتير؟ لا مو كتير. يلا لشوف. أمار فتحتي كتبك؟ أنت فتحته. يلا لشوف قرينا الجملة. أنت من الكتاب ولا من السبورة؟ تحوتي من الكتاب. أعطاني والدي 500 ليرة أول أيام العيد. برافو حنان. يلا حبيبتي قري لي الجملة. أعطاني والدي 500 ليرة أول أيام العيد. يلا يا هبة. أعطاني والدي 500 ليرة أول أيام العيد. برافو عليكي. طيب السطر الثاني، اليوم الثاني شو صار؟ أنصر رجع شلحني إياهم. ريا من الكتاب ولي. يلا يا ميت اهلين وسهلين. يلا هول الاوتيل عندنا، يعني شو بدي اقول لك، بلا 5 نجوم بلا 6 نجوم، هون احسن من 1000 مره. يا خانم اوتيل طويل عريض بابو صابون. فضحتنا، روح من هون. انا بدي غرفه ارتاح فيها واشبع راحه. يا سيدي عز الطلب، انت عز الطلب. عندي غرفه هون تاخذ العقل، بتحس حالك قاعد فيها كانك ببيتها. لا دخيلك، بدي غرفه كل شيء إلا تكون مثل بيتي، شنو أنا هربان من بيتي. ابنه عم يبكي حده، ابنه عم يبكي حده، ومنه عارف شو بده، ومنه عارف شو بده. بالقصة طلعت وظيفة، بالقصة طلعت وظيفة، سؤال مش عارف رده، سؤال مش عارف رده. يا الله على المصيبة السوداء، يا الله يا الله على المصيبة السوداء. شبك يا ابي، شبك يا ابي، يا ابي شو والله ما عم بفهم شيء يا ابي. يعني بيعطونا دروس من المدرسة وبيجيبوا لنا أسئلة من غير مدارس. شلون هيك بيعطوكم من غير مدارس وبيجيبوا لك أسئلة من غير مدارس؟ أجا بعرفني والله ما علمنا هاش كله، ما كنت أعرف أفهم علي أنا. شلون يعني شلون ما عم بفهم عليك أنا؟ شو عم تترجم أنت؟ عم تحكي إنجليزي أنت؟ شو قصة؟ هي أنا عم بحكي إنجليزي قبل، أنا عم بحكي إنجليزي، أنا عم بحكي عربي. عم لك عم بيعطونا أسئلة هي مو من هاش تبعنا. أجا بعرفني أنا. في أسئلة مو من هاشك يا أبي، بس بتدرس الدرس تبعك حتعرف شو. شو إجابة؟ لك عبد الرسول يا أبي عبد الرسول. شوف شو هاي، شو اللي استصعبته؟ يعني في عنا سؤال إعراب، إيه أنا شو بدي أعربه؟ سؤال إعراب؟ إيه والله يا أبي. بس الإعراب له قواعد، لا القواعد يمشي الحال. قريت كل قواعد الإعراب ما كنت لاقي ولا قاعدة. شلون يعني ما لقيت ولا قاعدة؟ شو يعني بي. شوف هلا السؤال أبي، اسمع على السؤال. قال إن وطننا وطن منيع. أعرب كلمة وطن. شو بعرفني أنا أعرب كلمة وطن أبي؟ وطننا وطن منيعه؟ ايه يا ابي شغلتها بسيطة لك يا ابني. تعرف كلمة وطن؟ وطن؟ ايه شغلتها بسيطة. شو عرفها؟ وطنون ومنيعون، الواو حرف عطف، ايه، والطن 20 قيس شمينتو. Oh,
عن جد عن جد يعني من كثر ما ضحكنا ملينا. اي والله ملينا. معك حق ملي. شو نساوي؟ شو رايك ندق على التليفون؟ اي والله جبتيه. ما قال لي شو شو هاتي الرقم لشو؟ 9 6 5 يلا انت كملي الباقي. دقيقة شو دقيقة؟ 8 3 2 رن رن. ايوه مين؟ انا معجبة. أربعة ثلاثة اثنين والله يا خمسة يا والله يا خمسة يا والله يا خمسة يا أربعة ثلاثة اثنين الله وكيلك هذا اللي عم يصير معي والله شيء بحط العقل بالكف. لا تشكيلي ببكي لك ليش مرتي انظم يعني انا يا زلمة ما بتشوفني على طول انا طافش من البيت لك خليها لله. شو وضعي اصعب من وضعك بكثير انا يا رجل بتخلص من شغله بتبلش بشغله جديده خلصنا من قصه المكيفات قال شو بدك خزان حديد جديد ان شاء الله مازوت على اسطوح جايا 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 يبدا حرجك خيلتنا عساس كومبارس ثلاثة اثنين الله وكيلك هذا اللي عم يصير معي شي بحط العقل بالكف لا تشكيلي ببكي لك ليش اللي عندي انظم يعني انا مرتي انظم ما بتشوفني على طول انا طافش من البيت وعم قاتل دبان وشي لا 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 وضعي انا اصعب منك بكثير يا رجل لك بتخلص من شغله بتبلش لي بشغله جديده خلصنا من قصه المكيفات حذر بايش طلعت لي طلعت لي بقصه على بدك خزان جديد للمازوت على اسطوح لانه الخزان القديم ما عم يسعل ما كفي ما عم يسعل ما كفي ما عم يسعل ما كفي بتعرفي انه في ناس ما بتيجي تغطي عنهم الا بالحمامات؟ اي ذا اي اي ذا اي اي ذا اي ثلاثة ثري تو الحمد لله على السلامة حبيبي خلصت حكي على التليفون ليش خليتيني اعرف احكي مثل العالم انت ولادك؟ بعيد ولا بعيد ولا بعيد ولا اثنين عظيم عظيم ألف مبروك يا بنتي بهنيك من كل قلبي والله كأنك هلا أخذ شهادة الجامعية أنت و خلص باي شوف باي اتقلب باي اتقلب باي اتقلب باي لا بلا اوكي ايه وهون مثل ما تقول القنية هون حطنا لجمال الجمال هون حطنا تاخذها مشوار وتحكون بالموضوع تحكيها بأناغة وكروتبول كرزو كرومو كرزو كرومو كرزو كرومو كرزو كرومو
معناتها أول شيء باخذها بعزمها على عصير، مع إنه ما بحب العصير، وبعدين باخذ رقمها. إيه زين تاخذ رقمها، بس مو تسوي لي مثل شباب هذه الأيام اللي يغضون لي إياها بتسالي بالليالي. شوف السوالف المشلخة، يلا لاتي تي. ايه ثبتي مكانك هيك كتير تمام. ايه تمام. ليكي شو بدي اقلك، ما تنسي معك تجيبي لي معك حلق. أربعة، ثلاثة، اثنين. ليكي ثبتي مكانك هيك كتير تمام. اي ليكي ما تنسي تجيبي لي معك حلقة البحث، لأنه بكرة آخر يوم ممثلة قلم. ما وش كل ضوء الأمر؟ شو بدك يعني؟ لا ما بدي شيء منك، بس يعني جابرينا بهالرزمة الله يجبر خاطرك. إن شاء الله. معي بيو عندي بيو معي بيو عندي بيو معي بيو عندي بيو ثلاثة اثنين. لا وشو؟ هلأ طالع فن جديدة، قال بده ياني يطلع جوازات سفر إلي وإلى وللولا رعد يا ني. سمعنا مع شبك يا زلمة؟ عابد. عابد يلا. عابد يلا. عابد يلا. ني. يا زلمة شو عم تحكي أنت؟ طيب طوق خمسة ثلاثة جملة عندك. ثلاثة أربعة ثلاثة وزع بيني وبينه. اثنين. يا سيدي بحكي لكم، شوف يا الشغلة ما بدها مصطحة. الله وكيلك عملت مثل ما اتفقنا، أخذت معي شوية فواكه وعد دللها وغنجها وتغزل فيها، بس شو هي؟ لك يا رجل انبسطت خير الله. بخ حياتك يا